ما اصلا ما بفهم شو بكتبوا لما بكتبوا مسبات. انا ما بفهم، ما بفهم مسبات. منيح منيح. شو مو منيح؟ اوكي خلص حطيت بلوك. كل واحد يكتب هيك شي رح احط له بلوك. هيك لازم يصير. اوكي انا عندي يا جماعه ما بعرف، انا تلبكت شوي. خذوا دقيقه. هيدا بدي نصيحه. تفضلي تفضلي. فرجينا صورتك وانت تلعبي فوتبول مثل صورتي. هاي الصورة والله العظيم حتى تاريخ عمل اعرفها. خلي سكر كأنه كل الكومنت مو منيح. اوكي طب ليش هيك بيعملوه؟ ليه سكرت الكومنت؟ طب ليش هيك بتعملوا يا جماعة؟ ليش بتجوا بتخربوا لايفات العالم والناس؟ أنا رح أضل هيك. خليك معبوس بحالك وحط أنفك وخليك بحالك. أوكي ما عاد تجي تكتب كومنت مو حلو مثل وشك ومثل وش أمك الختيارة اللي بشعة. أوكي سوري ابى اقول امك. سوري على اشخاص اللي مهضومين وحلوين. بعرف انه هذا كلمه مو منيحه، لا بس انا مجبوره اخذ النقطه الضعيفه. انتم فهمانين علي ليش شو السبب؟ انتم فهمانين علي. عارف انا وشي ما ما ما, ما بيطلع هيك شيء، ما بيطلع هيك، ما بعرف ليش يا جماعه. ممكن تخليني حط هناك افتح كومنت. دخلي حدا. مين دخل؟ انا اصلا شكلي لازم اسكر لانه مليت. مو مليت، في ناس هيك يعني غيروا مزاجي. أنا لازمني مشرف والله. كبسة نوزة نص مليون بعدين بسكر. بس كنت تويتر للشعر. بس بدك حدا توثقي فيه. اه بعرف من هذا الشيء صار كتير مشاكل. انا اخذت يعني كان يعني هن ما يعني مو بالقصد عملوا هيك، بالخلط يعني هن ما كانوا فاهمين اللعبه صح. اوكي فصاروا يحذروا هذا يحذروا هذا يحذروا هذا يحذروا، فصار
صار كتير مشاكل.